أوصى الملتقى الإلكتروني الدولي لمكافحة كورونا بتوثيق التجربة البحرينية في التعاطي والتعامل مع جائحة كورونا كوفيد-19 في الأوساط العلمية العالمية، وتم إدراجها ضمن الأبحاث العلمية المتعلقة بالجائحة. وقد أكد المقدم طبيب مناف القحطاني عضو الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا بأنه تم عرض تجربة البحرين في مواجهة تحدي الفيروس بالتزامن مع عرض المشاركين في الملتقى لتجاربهم الطبية في بلدانهم. كما تمت مناقشة آخر تطورات الفحص وطرق التعرف على الجينات المستهدفة للفحص، كما تمت مراجعة آخر الأبحاث العلمية للعلاج الدوائي وطرق العلاج في العناية المركزة. كان الملتقى قد نظم برعاية الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله الخليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة رئيس الفريق الوطني للتصدي لكورونا بمشاركة أكثر من 600 من ذوي الاختصاص في الولايات المتحدة وبريطانيا وهولندا وإيطاليا.